تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في عدد من المدن والمحافظات. ومدير المؤسسة العامة للأعلاف يؤكد أن الأعلاف باتت متوفرة في الأسواق بشكل كبير، وتقارير تكشف عن انخفاض أسعار الأجبان والألبان في سوريا قبيل شهر رمضان الكريم. والذهب يحلق عاليا في الداخل السوري على خلفية الصعود القياسي لسعر الأونص عالميا. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة، ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم مجددا. تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في عدد من المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 مارس 2024. وفي السوق السوداء سجل الدولار مستويات 14200 ليرة للبيع و 14050 ليرة للشراء، كما سجل الأخضر في نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي 13500 ليرة، في حين سجل في نشرة المصارف التي تصدر عن البنوك 13500 ليرة. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، مدير المؤسسة العامة للأعلاف يؤكد أن الأعلاف باتت متوفرة في الأسواق بشكل كبير. وفي التفاصيل أكد عبد الكريم شباط مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف في تصريحات صحفية أن الأعلاف باتت متوفرة في الأسواق بشكل كبير مؤخرا، ونتيجة لذلك انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ ووصلت إلى حد مناسب للمربين وخاصة الذرة الصفراء وكسبة الصويا. وأضاف عبد الكريم شباط أنه على سبيل المثال وصل سعر كيلو كسبة الصويا في السوق سابقا لحدود 12300 ليرة، أما اليوم فانخفض سعر الكيلو لحدود 10700 ليرة. وبالنسبة للذرة الصفراء المستوردة فقد كان سعر مبيع الكيلو منها سابقا 5500 ليرة، واليوم أصبح بحدود 4700 ليرة. أما المحلية المجففة صناعيا فقد أصبح سعر مبيع الكيلو بحدود 4600 ليرة. والذرة غير المجففة غير القابلة للتخزين فترة طويلة والتي تستخدم للاستهلاك المباشر أصبح سعر مبيع الكيلو منها بحدود 3700 ليرة. أشار عبد الكريم شباط إلى أن الأعلاف في السوق ليست بالكامل مستوردة، إذ منها إنتاج محلي ومستورد، وتختلف أسعار مبيعها في السوق وفقا لمواصفاتها، ولا يمكن الحكم على أسعار المواد العلفية إن كانت مناسبة أم غير مناسبة إلا من خلال مطابقتها للمواصفات. وعلى الجانب الآخر كشفت تقارير عن انخفاض الأجبان والألبان قبيل شهر رمضان الكريم، وفيها قال أحمد السواس عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان في تصريحات صحفية إن الأسعار انخفضت بنسبة 10% مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهي ثابتة منذ حوالي أكثر من أسبوع. وأضاف أحمد السواس إن واقع الأجبان والألبان ليست جيدا، فرغم انخفاض أسعارها في الفترة الأخيرة إلا أنها تبقى بعيدة عن متناول يد المواطن نتيجة ضعف القوة الشرائية لديه، ففي أحسن الأحوال لا يشتري سوى إلا بالأوقية، أي ما يكفي لوجبة واحدة فقط. وأوضح أنه في مثل هذه الفترة من العام الماضي كان الأغلب يخزن كميات كبيرة من الأجبان والألبان. وأكد السواس كذلك أن المؤن لغيت من قاموس المواطن في الوقت الحاضر. وفي النهاية نطالب الشرفاء من التجار والمستوردين وكل محب سوريا خففوا عن المواطنين، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، فلم تعد الناس تتحمل كل هذه الضغوطات من ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بالتزامن مع ضعف الرواتب التي لا تكفي حاجة المواطن اليومية. ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول، فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الجمعة، سجل الدولار في دمشق 14200 ليرة للبيع و14050 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب
14200 ليرة للبيع و14050 ليرة للشراء. وسجل الدولار في إدلب 14050 ليرة للبيع و13950 ليرة للشراء. وسجل الدولار في الحسكة 14480 ليرة للبيع و14380 ليرة للشراء. وسجل الدولار في منبج 14200 ليرة للبيع و14150 ليرة للشراء. وسجل الدولار في الرقة 14150 ليرة للبيع و14050 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15497 ليرة للبيع و15328 ليرة للشراء. وسجل الدولار الكندي 10529 ليرة للبيع و10410 ليرة للشراء. وسجل الجنيه الاسترليني 18132 ليرة للبيع و17931 ليرة للشراء. وسجل الدولار الاسترالي 9386 ليرة للبيع و9272 ليرة للشراء. وسجلت الليرة التركية 446 ليرة للبيع و439 ليرة للشراء. وسجل الريال السعودي 3791 ليرة للبيع و3748 ليرة للشراء. وسجل الدينار الكويتي 46293 ليرة للبيع و45779 ليرة للشراء. وسجل الدرهم الإماراتي 3866 ليرة للبيع و3822 ليرة للشراء. وسجل الريال القطري 3912 ليرة للبيع و3868 ليرة للشراء. وسجل الدينار الأردني 20056 ليرة للبيع و19837 ليرة للشراء. وسجل الدينار العراقي 10884 ليرة للبيع و10769 ليرة للشراء. وسجل الجنيه المصري 288 ليرة للبيع و282 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الجمعة، سجل جرام الذهب عيار 24 987 ألف ليرة. وسجل جرام الذهب عيار 22 907 ألف ليرة. وسجل جرام الذهب عيار 21 867 ألف ليرة. وسجل جرام الذهب عيار 18 743 ألف ليرة. وسجلت أونصة الذهب 2156 دولار فاصل 67 سنت. وسجلت ليرة الذهب 7,187,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 485 دولار فاصل 61 سنت. وسجلت أونصة الفضة 361,216 ليرة سورية اللي بتساوي 24 دولار فاصل 40 سنت. وسجل جرام الفضة في سوريا 11,614 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 90,000 ليرة للبيع و89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.